هل يوجد حديث يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا؟ هذا مشتهر على ألسنة الناس لكنني لا أعلمه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح هو أن الإنسان يجب عليه أن يعمل لآخرته وأن لا يؤخر العمل إلى الغد، بل يبادر لأنه لا يدري متى يموت، كأنه يموت غدا لأنه لا يدري متى يموت. الله تعالى يقول ثم التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أولئك يتوب الله عليهم أن الله عليم حكيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني يؤخرون التوبة، قال إني تبت الآن. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا بالنسبة لعمل الآخرة، الإنسان يستغل الوقت ويبادر بالعمل الصالح ويتوب إلى الله من السيئات ويبادر بالموت الذي لا بأي ساعة يتركه. وكذلك في أمر الدنيا الإنسان يعمل لدنيا ما ينفعه فيها من طلب الرزق والاكتساب النافع، فأنه يطول أجله ولا يسأل ويترك طلب الرزق لأنه يصبح عالة على غيره. وكذلك أيضا يكثر في النفقة على أولاده وعلى من يجب عليه الإنفاق عليهم، من يعمل من أجل أن يؤمن القوت لنفسه ويؤمن القوت من تلزمه مهونتهم. وكذلك إذا وسع الله عليه ينفق الأعمال الصالحة وفي سبيل الله عز وجل. العمل في الدنيا من الوجوه المباحة أمر مطلوب ويدخل في العبادة أيضا إذا حصلت نيته. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتفكهون الناس. نعم، جزاكم الله خيرا.